ولا حاسب؟ والحين عدينا مؤاخذة تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا بعيد عنك. بص هلقوا فلوس وناقصة في الشغل. على بلاطة كده يعني هبطوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 أشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء أجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ايه ده؟ هتطلبي يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه عدم المؤاخذة ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوم هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 أشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ ابو الجبله يا اخويا عاملين لها فتحه. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله وانا تلك نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبويه؟ يا سعديه يا اختي دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تحطهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده؟ شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ هي نفسي اركبه مره. الاسانسير عطلان يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيد ما تضحكش عليا ولا حاجه. امرنا لله نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي ببالي. نعم اخويا. مش قصدي عليك انا مش قصدي عليك انت ابن حلال. ربنا يكرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كيلومتر. علي النعمة أنت مسكين. أي والله يا الرد والسمنة وسط الجمعية يا فندم. انت وقفت انت عالك، انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله
وبدم يعني مش عندي عين ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمه، اموت من الجوع؟ ثم انا عندي حماد يا سيدي، حماد المستقبل، ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحرك لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي، وانا اللي باكل الفتات في الاخر، النبي سيبني يا بشمش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه بقى معايا؟ لا اتكل انت على الله. اي خدمه يا اخوي؟ اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامه. اي خدمه؟ قال لو فيه زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو بتلاته جنيه ونص. نص كيلو مين يا رب؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بالعشره كيلو بالاربعتاشر كيلو بلد، وفي العيد بربع جنيه. اي والله بربع جنيه. البريال لحمه ايه؟ ده بريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عض. عض للكلب. كلب؟ طب بصني ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم. بقول لك ايه؟ خلصنا، انا بعديه شويه. عايز بريال عض للكلب. ما تبص ليش؟ قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. قال على راي المثل اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم ال 605 برطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده وانا موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب5 جنيه. والتلاجه بكام؟ وما يخمرش عبد الحمد. واوضه النوم بكام؟ وما يخمرش عبد الحمد. يا ست النام على ارخص حاجه. ايوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. امال اعمل ايه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، انت لا تصلح للجواز. متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوط لي ب 605 برطول. ب 605 جنيه؟ يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ست انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مأنسة قوي يا ابني. احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش. ما تزعلش مني. الله، هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بنتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان، استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي هنا حوارات تعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا اخرج حتى احنا فوخة. ما تجيش شر عليك يا بنتي، ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. إله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماعه. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب. انما ايه؟ جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. الهي يا رب تدفعها الرز، الهي يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب بريال. امال الموظف اللي ازاي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟
وهم يعني السباكين ولا الميكانيكية ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجة اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنو ما قلتلك تعالى كل معايا وانت اللي ما رضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنة أولى لسنة تانية في 6 سنين، كنت عليها منين ولا منين؟ عليها من الخزنة ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعية ولا من مجاب المية ولا من مجاب العيش ولا من قلة أدب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل إيه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، أنت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما أنت كنت فراخ كتير، أنت مستني إيه؟ ما تيجي نبادل يا جدع بلاش كام فارق. دو انت بس دو انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا يا راجل؟ اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. سلام رمضان. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ رمضان. ازاي؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ رمضان. مالك يا ولد بيسال بغل كده؟ ايه اللي بيحصل بيه؟ في ايه؟ انتوا قلبتوا تضلوا قبل الجواميس؟ ايوه. اصل ابويا العمدي مخلي كل حته في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما بيسيبنا غير سنه الفلوس؟ نهايته خلي العمده فين؟ موجود جوه. اتفضل يا سلام الله. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ قول لا اله الا الله. سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ها؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رب. ازيك يا رب. اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا. ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خالي؟ هي الدنيا ساعة باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساعة ولا سخن؟ اي حاجة يا خال. حاجة ساعة حاجة سخن. اي حاجة تشتري وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول. شاي اللي جوه. علي النعم ما في شاي ولا نيلة جاي. ها؟ زكي يا خال. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضرة العمدة وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمدة. عددهم بايدي. تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك كل استك في 1000 جنيه. ده رايح انت. انت ما بتفهمش يا ولا. الله. خلي العمدة عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيرة الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانه. تجعان وافرض يعني؟ ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال. خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده. كنت قصدك في قرشين. كنت عايز رزمة يعني. منين يا من هنا. ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. اشي بقر واشي معيز واشي خرفان واشي جواميس. وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه. عملت لك خير قد كده؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض. خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحن. شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحن. ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حدتيش حاجه. ما هم لسه مديلك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان. قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخوي وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي ربنا يجيب لك شطه في الجواميس بتاعتك. الهي يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت لضربك ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيش. اتفضل. برافو عليك يا بشبيش. كويس انك جبت الشنطه. بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلم. امسك شنطه زيها بالظبط. ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها؟ الخياطه اللي فيها؟ صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش. اضرب.
بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. السد في وشك يا عيشة أم علي، تبقى تمشي لشحتي في الشوارع. إيه مالك؟ سرحان لي يا أستاذ رمضان، بتفكر في إيه؟ أنا اتجهزت يا أخي. أهو، كل واحد بيفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس إيه؟ إجري إجري كانت خيبة، أنت فاهم حاجة إجري؟ يبقى أنا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهاردة 27 منه، يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا أستاذ رمضان. هقول لك حاجه بقى يا هام، طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلك بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده وشويه كده يا رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت واقفة عندك بتعملي ايه؟ تعالي كده. روحي اليها ربنا سد ابواب الجنة في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخرة ما تقيش حتة تاويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه؟ رجعت الشنطة مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ اه فاهم كل حاجة. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انتس بقى على المصلحة وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت. يا غير اقول لي يعني لوحده. الله. والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمن ان انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يديم معروف، احنا مخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحتك؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول. لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتوقفش الا للزبون المفرج، فانت لما هتمشي حلقه بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتقل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استأجز انا بقى. يلا. خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا. ربنا يوفقك يا بشبيش. يلا يا اخوي، مع السلامه. السلامه يا بشبيش. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشي. ايه ده يا اخي؟ انت فتح؟ لا مؤاخذة، جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت.
والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال مراتك بتولد وانت هبلت الهبله دي؟ معلش حاج عليا، حاج عليا يا بروح. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعري. اخد 5 جنيه. انا موافق. شوفهم انا مفيش، انا بح. نعم انا بح، بح بصراحه يا اخواني، عشان ما شحتفكوش معايا انا اختلست الفلوس. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. تمعت فيه؟ انا غريبه دي يا رمضان افندي، بطل هزار وقبطنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك. يا ابني ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي، اهي فاضيه. في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش الفلوس من البنك؟ دي مساله كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي، انا بقالي 15 سنه بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفه من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروح قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخيني، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخيني، اوعى تتهور اللي يحبسوك، ده اعتداء على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اعمل بيهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ايه اللي حصل ده يا سي رمضان؟ هي صورة
سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف يمكن انا اللي هتجنن، انا مش عارف ايه الحكايه بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير ايه يا فندم؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي ما حفظتش الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقه. بلغت البوليس؟ بوليس؟ بوليس ايه يا فندم؟ قال هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت؟ ولا اتجننت ولا حاجة. حضرتك المدير العام وادي رمضان ودي التليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليز بتاعك اللي اسمه عزيز. ثم واحد اختلس، فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست؟ لا، وبمين انا راجل ما احبش اللف ولا الدوران؟ ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي. انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. انت حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم عصر النيل. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض علي وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما بتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول ده اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه، انت مين ملقحك علينا؟ لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلقح عليكم؟ حاجه يا اخي، انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزارة؟ خليه اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ليه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الأمل اللي الواحد فيها دي؟ أخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه أهمية أن تكون مختلس، إنك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ أنت زعلان مني ولا إيه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الأصدقاء؟ شوف الحلاوة. يا راجل ده نحفيت عشان أقابلك، دول قالوا لي أنت اتجننت، سرب بنكلة يقابل اللي به وكيل الوزارة، ده يعتبر تقاتل الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجة؟ كنت عايز أشكلك وجاتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختشي على دمه ويديني